التي التي تمس بحقب لقد أمطرت الطائرة الآن في مطار البيت وليه من المحلي ونعيش إلى الساعة 7:25 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية تشير إلى 34 درجة مئوية. براحتكم وسلامتكم يجب أن نبقى جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة معينة وتطفئ الشرطة أحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في البيوت المخادرة أمامكم أو في الإفلام على الوي. سيدتي وسادتي نود أن أشكركم لسفركم مع طيران الإمارات بالاشتراك مع جيت بلو. كما نقول أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آمنين أنكم